كثير من الفرص والمهارات المطلوبة بسوق العمل تغيرت مع تطور التقنيات، وظهرت وظائف جديدة بمجالات مثل التسويق الرقمي وإدارة التطبيقات وغيرها. أنا مروة، وبحلقة اليوم من جوجليات رح نستعرض مجموعة من الموارد التدريبية المتوفرة لتطوير المهارات. منصة مهارات من جوجل أطلقناها بعام 2018، وساعدت حتى اليوم أكثر من مليون متحدث ومتحدثة باللغة العربية لتعلم مهارات جديدة بعالم التسويق الرقمي. النسبة الأكبر من المشاركين والمشاركات كانت من مصر والسعودية والمغرب. أكثر من 50% من المتدربين استفادوا من المهارات، إما بحصولهم على وظائف جديدة أو التطوير من أعمالهم بعد إتمام البرنامج. الدورات بتنقسم لثلاث فئات: التسويق الرقمي والتطوير الوظيفي وعلم البيانات والتكنولوجيا. ومن خلال الفلترة ممكن اختيار الدورة الأنسب لأهدافكم ومتابعة الدروس بحسب وقتكم. الدورة الأكبر بالبرنامج هي أساسيات التسويق الرقمي، وبتحتاج لحوالي 40 ساعة دراسية لإتمامها. بعد إتمام هالدورة التدريبية الرئيسية واجتياز الامتحان بنجاح من خلال حل بعض الأسئلة والأمثلة الواقعية، بتم إرسال شهادة موثقة من جوجل، ممكن للمتدربين عرضها على مواقع مختلفة للتقديم على الوظائف. بالإضافة للدورة التدريبية الرئيسية، في دروس مختلفة ممكن الاطلاع عليها لاكتساب مهارات مفيدة بسوق العمل، مثل إنشاء سيرة ذاتية أفضل أو كيفية التواصل الفعال أونلاين أو التحدث أمام الجمهور بأريحية. بآخر سنتين ركزنا على تقديم ورشات تدريبية لبعض الدروس على قناتنا الخاصة بالمنصة على يوتيوب. بعض الدروس بتكون مسجلة والتانية بيتم بثها مباشرة للتفاعل مع المشاركين. وطبعاً مهارات من جوجل متاحة للجميع، وأهم شيء بدون أي تكلفة. في حال اهتمامكم بإحدى المجالات الأربعة، تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع وتصميم تجربة المستخدم وتحليل البيانات، بإمكانكم الانضمام لمنصة كورسيرا للحصول على إحدى شهادات جوجل المهنية ودعم سيرتكم الذاتية بأحد المجالات وبدون الحاجة لأي خبرة مسبقة. تعتمد تكلفة الشهادة على الوقت المستغرق لإكمالها، وأكيد بتم الحصول على شهادة موثقة من جوجل فور إتمام المساق التدريبي. إحدى الدورات التدريبية الرئيسية بعنوان دعم تكنولوجيا المعلومات متوفرة حالياً باللغة العربية. عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية نقلت صفوفها من القاعات لأمام الشاشات، وحتى مع العودة للمدارس الإنترنت والتكنولوجيا صاروا عناصر رئيسية بالرحلة التعليمية. بإمكان المدرسين والمدرسات التعرف على بعض الأدوات الرقمية من ضمن Google for Education للتفاعل بطريقة أفضل مع الطلاب عبر الإنترنت وتعزيز تجربة التعليم الرقمي. البرنامج متوفر على الإنترنت وبتكلفة منخفضة، وبيحصلوا من خلاله على شهادة صالحة لمدة 3 سنين. ممكن للمطورين والمطورات أو المهتمين بهذا المجال الاستفادة من البرامج التدريبية والشهادات الخاصة بأدوات تطوير التطبيقات مثل مكتبة تنسرفلو وأدوات جوجل كلاود وتطوير البرامج والتطبيقات لنظام أندرويد. التدريبات حالياً متوفرة باللغة الإنجليزية، وحتى بعد انتهاء البرامج التدريبية بإمكان المستفيدين متابعة التعلم وتبادل الخبرات بأكثر من طريقة، مثل الانضمام لنوادي جوجل للطلاب المطورين الموجودين بجامعات مختلفة والالتحاق بمختلف الفعاليات الرقمية، أو الانضمام لمجتمع مطوري جوجل اللي بيجمع عدد كبير من الخبراء بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات جوجل كلاود. وأخيراً بإمكانكم الانضمام لمجموعات جوجل وومن تك ميكرز لدعم السيدات المهتمات بالتقنيات الحديثة. جميع روابط الدورات التدريبية والمجموعات اللي ذكرناها خلال الحلقة موجودة بوصف الفيديو. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحلقة، ولا تنسوا تشاركوها مع أصحابكم. انتظرونا بالحلقة القادمة من جوجليات. تمام؟ تمام.